بسم الله الرحمن الرحيم. احد اسئلة الانترفيو جاب لك عمود قال لك قطاعه 30 في 40 وعندك 6 سياخ، ارسم لي الشكل، ارسم لي شكل الكنات واحسب طولها وارسم لي شكل الحديد. فتقول له والله ادي ال 40 وادي ال 30 اهو، اعمل كانة داخلية ليهم، يعني اعمل كانة داخلية للحديد اللي عند الارقام اهو. اول حاجة انت بتقول له بتعمل ايه يا باش مهندسين؟ اول حاجة اربع سياخ عند الارقام من غير ما تفكر، سيخ هنا كده وسيخ هنا كده وسيخ هنا كده وادي سيخ هنا كده، وادي كده اربع تسياخ من ضمن الست سياخ اللي هو عطاهم لي. طيب الاربع سياخ اللي على البارامتر دول في كل ركن لازم تحط، اي عمود اي ركن لازم تحط فيه سيخ، وعلى طول طالما في اربع عند اربع تسياخ عند اربع اركان لفهم بكان، ادي الكانه الثانيه اهي كده، انا جبت اول كانه عندي كده، جبت اول اربع تسياخ عندي في سيخين تانيين، اقول له انا احط السيخين سيخ هنا وسيخ هنا كده، انا وزعت الست سياخ بتوعي تمام 100%. هل اسكت على كده؟ لا، روح احسب لي المسافة بين السياخ وبعضيها، اللي هي احنا قلنا دي كده يا باشمهندسين مثال بسيط اهو، دي كده 40 اطرح منها 5 سم اللي هي 2.5 من هنا و2.5 من هنا اللي هو الكفر، يبقى طلع لك كل الاجمالي كل القائمة يا باشمهندسين، طلع لك الاجمالي 35 سم. 35 سم اقسمها على الاثنين عشان اجيب المسافة دي والمسافة دي، المسافة دي طلعت كام يا باشمهندسين؟ 17 سم ونص. 17 سم ونص اكبر من ال 15 ولا اقل من ال 15؟ 17 سم ونص اكبر من ال 15، يبقى السيخين الاخرانيين اللي انا عملتهم دول لازم لهم كان، ما ينفعش يتسابوا كده لوحديهم، السيخين اللي انا حطيتهم في الاخر دول طالما المسافة بينهم وبين اقرب السيخ ليهم اكبر من 15 سنتي يبقى لازم يتحط لهم. طب لو كانت 14 سنتي مثلا او 12 سنتي يبقى الشكل ده كده كده صح، يبقى مش محتاج اعمل كانة تانية في النص، تمام. طب هي دلوقتي حسبناها طلع 17 سنت ونص، لا يبقى لازمها كانة تانية في النص. الكانة التانية دي عندك 3 حلول، يا اما اعمل كانة حباية، يعني الكانة الفوقانية هتبقى كده عادي، الكانة كده هتبقى كده، واعمل كانة حباية كده في النص تمسك السخان دول بس، تمام، او اعمل كانتين صندوق متداخلين زي الحالة دي كده اهي يا باشمهندسين، اللي هي ايه بقى؟ اعمل كانة كده تمسك الاربع سياخ دول، ادي سيخ وسيخ اهو كده، وتعمل اربع وتعمل كانة تاني كده اهي، اللي هي هتبقى كانة بالشكل ده اهي يا باشمهندس، ده كده كانتين صندوق، او تعمل الكانة الاقتراح اللي قلت لك في الاول اهو كانة كده، وبعدين تعمل كانة حبة، او تعملها كانة اوتوماتيك. الكانة الاوتوماتيك اللي هي ازاي يا باشمهندسين؟ تروح تعمل له تقول له دي كده كانة تمشي كده، طبعا الحدادين ما بيحبوش الكانة دي عشان بيقعد يلف كتير وحوار، كل ده بيتعمل اهو بالشكل ده اهو، وتعمل طبعا قفل الكنة بتاعها. طبعا احنا خدنا قبل كده في سؤال ازاي تحسب اطوال الكنات دي، احنا خدناها مرتين في سؤالين ورا بعض، فده كده كان السؤال رقم 190. تابعوني، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.